أعزائي المشاهدين، المتسابقين الأربعة جاهزين ومستعدين للانطلاق في مواجهة اليوم والمنافسة على نصف مليون ريال، لكن إيش أسماءهم وكيف تم اختيارهم؟ الآن بنشوف. بطحص بطحص. تعرف هابيل وقابيل ابناء سيدنا ادم صح؟ لا ما اعرفهمش بس معهم بعضهم يعني. أيوة. طبيعي. طيب هابيل قتل قابيل صح ولا لا؟ ايوه. بس بايش قتل؟ ايش الاداه اللي قتل بها هابيل قابيل؟ بصخره. لا زيد حاول. انا اللي اعرف انه بصخره لانه كان قوي. لا وكان قوي يعني، هو اغلبهم القديمين كانوا شداد في البنيه وحتى اجسامهم كبيره، بس مش بصخره. حاول يعني حاول، يمكن تكون بايش بمسدس مثلا. لا برمح. بايش برمح؟ لا خنجر اعتقد، وحجر كذا في بيه حاجه يعني مسننه صح. اه مسننه. ايوه ايش هي؟ ريسته حاجه زي تحت الجلد. ايش تحت الجلد؟ لحم تحت الجلد. دم دم ولحم. وايش دم ولحم؟ عض. ايوب ايش قتله؟ قتله بالعض الدم. هابيل وقابيل ابناء سيدنا ادم صح؟ صح. في واحد قتل الثاني. القرع. ها ايوه حلو الكلام. خلاص بايش قتله؟ الغراب على فكره علمه كيف يدفنه. بالعض. ها؟ قتله بعض. بعض ما ايش؟ عظم مع حرم ولا مدري ما هو. حمار شو تقول؟ ايوه. ايوه. إجابة صحيحة. تعال 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 تعال، كنا نشتي. السؤال كان هنا، للأسف ما كانش الجواب هنا، كان الجواب هنا. إيش اسمك؟ علي أحمد الشجاع. علي أحمد الشجاع جاوب الإجابة الصحيحة الأولى وبيكون من ضمن الفريق. يستاهل يستاهل فعلا. هابيل قتل قابيل. يا سلام. بإيش قتله؟ بعظم حمار. بعظم فك حمار؟ بعظم الفك أكيد. يده. هذه بالنسبة لي مرحلة التحدي، والتحدي بالنسبة لي عبارة عن مزحة وضحك، لأنك الآن بتدخل مرحلة المواجهة وبتنافس على نصف مليون ريال. أنا مستعد. بتنافس. أنافس وبقوة. وبتشل الجائزة عليا إن شاء الله. إذن بنشوف من بيفوزوهم ولا أنا، هل بروح بالشنطة ولا بيروح بنص المليون؟ تعال. بفك الحمار. بفك حق الحمار العظم. اللي هو العظم. أكيد. هو يقتل. يقتل أكيد. ليش؟ الله أعلم. كيف الله حد يعني طبيعي. حد أكيد. إذن أنت جاوبت الإجابة صح. وأنا سألت السؤال، وأنا الآن أتحداك تدخل في المنافسة على نصف مليون ريال. أنا تتحداني وأكيد بفوز، وأتحداك إذا دخلتها معي صاحبي. يعني تتحداني أدخل معك صاحبك عشان تفوزوا؟ أكيد بقوة نفوز. صاحبك جاء معك برضه من ذمار؟ أكيد. صلي على النبي. اللهم صلي عليه. أنتوا ضيوف وأنا أتحداكم. جيب صاحبك. فين هو صاحبك؟ تعال تعال. إيش اسمك؟ عبد الملك. عبد الملك. أكيد. ومن؟ عبد الملك البخيتي وعبد الملك البدة. يعني كلكم تتحدوني الآن؟ نتحداك نعم. إذا من هذا المنطلق ومن هذا المكان ومع تحدي عنيف على نصف مليون ريال بين حسن وبين الشباب، من بيفوز ومن بيروح الفلوس؟ الشنطة بتخرج منها فلوس ولا لا؟ هذا اللي بنشوفه على طول. يلا مدام حقك تعالوا تعالوا. يلا ما فيش وقت. يلا يلا تعالوا. أنا عبد الملك البداي جاهز للتحدي والمنافسة وسوف أربح بالخمسمائة ألف. عبد الملك البخيتي إن شاء الله عاد أفوز اليوم بالجائزة وأروح بالنص المليون. أنا عياد محمد عباد جاهز للتحدي وبقوة وإن شاء الله 600 ألف بالجيب. أنا علي أحمد ناصر الشجاع محافظة إبس. بطحس بطحس. أيوة. وصلنا إلى الجولة الأولى من مرحلة المواجهة. كلكم قلتوا لعبتوا لعبة الزيرو. اليوم بلعبها بالطريقة المختلفة. أمام كل واحد منكم بالونة، هن أربع بالونات كاملة، كل واحد معه محاولة، يعني في الأربع هذه محاولة وهنا محاولة وهنا محاولة، يعني إجمالي المحاولات ثلاث وفي كل أربع محاولة. حلو الكلام. بترجم البالونات وبنشوف الشخص اللي بيقرح البالونة. في داخل كل بالونة ورقة تمام؟ أيوة. والورقة هذه أنتوا حطها، يمكن داخل الورقة 50 ألف، يمكن داخلها 10 ألف، يمكن داخلها عقوبة. مستعدين؟ مستعدين جاهزين. ونروح على طول. كل روح رياضية. أعزائي المشاهدين، مع الهمة والحماس ننطلق مباشرة إلى الجولة الأولى من مرحلة المواجهة مع الصافرة. بتأخذوا الأدوات وبيتم رمي البالونات.
إذا نشوف إياد في الجولة الأولى نشوف. لحظة نشوف اللي بعدها. تعال تعال إياد لهنا نشوف. تركيز تركيز تركيز، ركز داخلها فلوس. لحظة ركز 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 ركز، شوف ركز لي على البالونة. أيوة أيوة ركز. أوه أقرب واحد إلى حد الآن الأقرب. أيوة. شوف تعال 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 تعال، خليه يشوف حظه. ايش اخري الورقة؟ هات نشوف ايش طلع لك. افتح 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 افتح. اول جائزة لك عبارة عن 8000 ريال يا علي. لحد الان انت الشخص الذي جنيت فلوس. امسك هذه في رصيدك 8000 ريال يا علي لحد الان. طيب الان انتم فشلتوا في التجربة الاولى صح؟ باقي لكل واحد فيكم تجربة هنا وتجربة هنا، يعني تجربتين. وقفوا لي هنا في شكل استعداد. نبدأ على واحد واحد. يلا نبدأ بإياد. نبدأ إياد ركز ركز، رصيدك 0 ريال. نشوف إياد وإياد. يا سلام يا إياد يا سلام. نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده. يا سلام. شل 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 الورقة. شل خذ الورقة. لحظة لحظة نشوف المتسابقة اللي بعده. يلا نشوف. خذ خذ الورقة. آخر متسابق. أنت أول عرفت هناك. تمام المحاولة الأولى. الآن المحاولة الثانية نشوفك. يلا نشوف يلا نشوف. ما عرفت. إياد أول شخص. إياد عبارة عن 15000 ريال في رصيدك. 5000 ريال. وهنا صاحب أكبر مبلغ 20000 ريال إلى حد الآن. لحد الآن صاحب أكبر مبلغ أنت. باقي لكل واحد منكم فرصة واحدة. مكان محدد، ما بتتحركش من المكان يا إياد. حددنا المكان. بسم الله آخر فرصة نشوف إيش حظك يا إياد. على واحد واحد. يلا إياد مكانك. إياد ضاعت. لحظة ارجع 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 ارجع. في معك مكان محدد من داخل. أيوة خطوة لا غير. يلا نشوف لا غير. يا السلام. خذ 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 الورقة. تعال تعال تعال. باقي متسابقين تعال هنا. نشوف نشوف التركيز تركيز تركيز تركيز. أوه صبت لنا صعب بس كان السكين مقلوب. يلا يلا تركيز. خارج. ايش جمعت؟ 5000 و5000. اذا 5000 ريال. ثانيه ذكرني اسمك. عبد الملك. 5000 و5000 10000 كل واحد الان جمع مبلغ محدد في رصيده. اعزائي المشاهدين مباشره بننطلق الى الجوله الثانيه من مرحله المواجهه، واللي بتكون فيها جوائز اكثر وصعوبات اكثر، يمكن تكسب ويمكن تخسر. تعالوا نشوف. فزنا المرحلة الأولى بجائزة 20000 ريال، والمرحلة الجاية إن شاء الله بنتأهل ونفوز أكثر إن شاء الله. صعوبات أولا المسافة، بعيد بعيد المسافة. ثانيا السكاكين شكل مشحد. الله. شباب الجولة الأولى انتهت، وشفنا فيكم كل واحد جمع مبلغ محدد، بس المبالغ لحد الان اللي اخذتها مني صغيره. بتقدروا تعوضوا الان ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بننطلق في الجوله الثانيه من مرحله المواجهه، واللي بتكون كل واحد في يده معاكم الذي هي عصا التوازن. تمام. وهنا في معانا الكرات وسلتين. السله الاولى عند نقطه الانطلاق، والسله الثانيه عند نقطه الوصول. اللي بيوصل اكبر عدد ممكن من الكرات انا بشتري كل كره بمبلغ محدد. يعني إذا وصلت 5 6 7 كرات يمكن تحصل مبلغ كبير. إذا ما وصلت ولا شيء بتخرج من الجولة بدون ولا 5 ريال. جاهزين؟ جاهزين. بتفوزوا؟ أكيد. مباشرة أعزائي المشاهدين مع هذا الحماس بننطلق في الجولة الثانية من مرحلة المواجهة. ركز 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 يا ابو خيتي. بسم الله تقنع لك الله. تركيز 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 ابو خيتي. الان بتسقط. يلا يلا الوقت معاكم 3 دقائق لا غير. ارجع من البدايه. ايوه اللي يسقط ارجع من البدايه. ثبات. تبي تبي تحتك هذه الشجرة. أبطل الآن. ارجع. أيوة اللي سقط ارجع من البداية. بغيتي قارب قارب للوصول. أول كرة أول كرة بتوصل ولا لا؟ تخيل تخيل تسقط في هذا الوقت.
يلا 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 اول كره ارجع سريع 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 اجمع كرات ثانية ثانية صداها طبعا اي كرة اي كرة محبوبة ما بنحسبها شباب شباب لا تعطوا الله يلا 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 سريع 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 تمام واصل واصل اوه في اخر لحظه الجوله هذه تشتي توازن توازن كبير لازم تكون شخص متوازن كل تركيزك في الكره وكمان في المضرب خلونا نشوفهم انطلق انطلق اصبر يا احد اصبر انت عاد تنطل هذه عاد احنا انا ما قد مشينا انا داري بسم الله بسم الله عاد تنطلع توصلوا لا لا توصلوا لا لا توصلوا لا الله يستر الله يستر الله يستر ساتر على ربها في كرة الجمعة لحد الآن حلوة بس خلونا نشوف بيكمل ولا لا الوقت الوقت يا شباب سريع ها تبه الله ست 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 يلا الوقت سريع الوقت الوقت داري ليش ذهبتها انتهت الجولة شباب يعطيكم العافية الله يعافيك ما قصرتوش وكانت جولة حلوة وقوية بس كيف توتر فيها اكيد توتر وعدم اتزان اصلا توتر وحتى ان الخط يعني هذا اللي نشوفه كان يعني منحدر جدا والله بس كانت جولة ممتعة يعني جملة ممتعة فعلا قد التحدي وجولة ممتعة وتعديناها الحمد لله يا سلام تعديتوها بالنسبة لكم جمعتوا وكان بشتري انا منكم الان بقول الاحمر انت كنت أضعف وأقل كنت بطل الجولة ما كنت الأضعف نهائيا أنت كنت البطل في الجولة هذه وجمعت أكبر قدر ممكن من الكرات السليمة جمعت 10 كرات كان البطل الأخضر الأخضر 6 كرات كانت كرتين سليمة وأربع معطفات لا مش حقي كلهن معطفات أنا أقول لك كرة معطفة طيب أنا علشان ما ظلمك لا تظلمني أنت بذلت مجهود صح ما بظلمك ما بظلمك شي اطمن اللون الأزرق ظلموني الناس أكيد الناس ظلموك وأنت ظلمتنا في 3 كرات الكاميرا ظلمتني لا صح الكاميرا ظلمتها وإحنا ظلمنا أنت الصح يا أخي معك 3 كرات سليمة كانت انت دخلت المنافسه قدمني قرايتي انا مدخل 10 قدمك ايش قرايتي دراستي كان معك اللون الازرق 6 كرات كانت 3 كرات سليمه و3 كرات فيها عطفه اللون الاصفر كان معك 7 كرات سليمه كلها وكنت في المرتبه الثانيه طيب انا بقول لكم الان انتوا التعب هذا حقكم كيف بيثمن صح ولا لا انا بشتري منكم الكرات وبشتري كل كرة بمبلغ 5000 ريال 5000 ريال يعني اللون الأحمر جمعت 10 كرات اللون الأحمر جمعت 10 كرات كل كرة بخمسة ألف يطلع المبلغ كم 50000 ريال وعلى نفس الريتم بيتوزع بقية المبالغ أصحاب الكرات المعطفة علشان ما ظلمكمش حاولتوا مشيتوا بذلتوا مجهود بشتري كل كرة ب3000 ريال إذا أعزائي المشاهدين زي ما شفتوا الجولة هذه انتهت بس ما انتهتش المواجهة كلها ما انتهتش الفلوس كلها ولا انتهى الحماس كامل مباشرة بننطلق في الجولة اللي بعدها واللي بتكون أقوى وأمتع وأجمل في خاسر وفي كسبان خلونا نشوف وبطحس وبطحس في هذه الجولة سنشاهد كل متسابق يحمل متسابق آخر على أكتافه ويطلع به المنحدر
وفي نقطة النهاية سيتم التبديل بين كلا المتسابقين، اللي كان تحت يرجع فوق والعكس صحيح. والنزول، الفريق الأول اللي بيوصل بيحصل المبلغ الأكبر، الفريق الثاني كمان بيحصل مبلغ لأنه ما فيش خسران. خلونا نشوف إيش بيسووا. أسرع أسرع، اللي بيوصل الأول يلا أسرع أسرع أسرع، سريع 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 أسرع 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 أسرع، تحرك حرك. إلهنا إلهنا، بس انزل 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 انزل، يلا يلا بادل بادل سريع، يلا سريع تحمل سريع، بسرعة بسرعة بسرعة، يلا قف 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 قف، انزل هرولة انزل هرولة، سريع سريع سريع، وبطحس وبطحس وبطحس. بسيطة هالصدق، ولو الوزن حقه ثقيل شوية قطقطني لكن عادي. مرحلة الطلوع يعني الذي كان جنبي يعني كان وزنه ثقيل جدا، يعني مريت طلعت به يعني بصعوبة، وطلعني وأنا نزلته، والحمد لله تعديناها وفزنا فيها الحمد لله تمام. شباب أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. ما قصرتوا شو الله. نعم. مالك؟ ولا شيء، ثقيل الأدمي ثقيل قوي. كيف؟ أثقل من جبل عيشة. بعدين هو تحمل تحملت أنت في الطلوع. صح؟ كلمة ثقيل قليل. جبل. أنتوا كانت الأمور سهلة. حديد حديد الله المستعان. إيش وزن الريشة؟ الله ريش. بالضبط. إذا أعزائي المشاهدين، شفتوا الانطلاقة كانت حلوة والرجوع كان أحلى، كانت الفقرة من أمتع الفقرات للأمانة. ونعيما متغسل جاهز. أنا بشتري منكم السطول المال اللي وصلت، برغم أنها كانت فاضية شوية، بس إحنا بنثمن جهد الطلوع والنزول. الطلوع والنزول، الفريق اللي فاز من هو؟ أكيد أكيد الفريق اللي فاز، يعني هولة أكيد، يعني أكيد طبيعي جدا. يا سلام عليك. إذن الفريق الفائز فاز بمبلغ 50,000 ريال. ألف مبروك، الله يبارك فيك. الفريق الخسران، هو ما فيش خسران يعني، على التعب هذا والمبلغكم أكبر جائزة وأكبر ربح، وجودكم أكبر مكسب، لذلك الفريق أيضا اللي كان في المركز الثاني 30,000 ريال. الله يحييك. استاهلوا. الآن جولة الحسم، جولة الانتظار. التوتر كل اللي كان معكم في الجولة الأولى يعتبر ولا شيء مقابل هذه الجولة. في هذه الجولة يمكن يطلع مبلغكم إلى سقف كبير، بنتنافس على مبلغ كبير وكمان يمكن ينزل. وبطحس وبطحس. اللون الأصفر معك إلى حد الآن 68,000 ريال. انسحب بال 68,000 ريال، حلو، أفضل من ما إنك تخسر لك على كل لمسة حبل خمسة خمسة، يمكن ينزل من مبلغك 20-30-40,000. عادي ما يقع شيء. بطل. أحسن لك. نواصل وعلى الله. لك 70,000 ريال وروح انسحب. بزلك 2000 ونواصل. يعني مواصل. نواصل. إذن تحدي عنيف. الشيء يقول لك حاجة، أنت بتروح بدون فلوس. إن شاء الله. أنا أتمنى لك النجاح والتوفيق. خلاص صاحب يريم ذبح بالشريم، ولا عد يعني ما عاد فيش كلام، ولا عاد كلام، كلنا خلاص كلكم حقي حقي. أنا داري اللون الأحمر معك 85,000 ريال. لا تصدق لهم. خمسة وثمانين وشيل لك مني 95,000. 90,000 ما خارج. 90 بيع وشريع. 95,000. لا لا ما انسحب شيء إن شاء الله نواصل. مثلهم على انسحب شيء. كم رصيدي؟ رصيدك إلى حد الآن اللون الأخضر عبارة عن 57,000. روح ب60. نواصل نواصل وعندنا إن شاء الله. حتى نروح أعزائي المشاهدين مباشرة مع التحدي والحماس، بنواصل الجولة الأخيرة والحاسمة التنازلية. يا ترى هل بيزيد في رصيدهم فلوس؟ بروح الشنطة فاضية. على فكرة الحلقة هذه تقلقني كثير، عندي إحساس أن الشباب ناويين على الفلوس كلها. مباشرة ننطلق إلى جولة الحاسمة التنازلية. الفريق هذا يقلقني في حلقة اليوم، بس إن شاء الله أفوز عليكم.
سننطلق الآن أعزائي المشاهدين في الجولة الختامية التنازلية. سيقفز كل الفريق مع بعض من على الحبل، إذا لمسهم الحبل بينقص من رصيدهم كامل 5000 ريال، وإذا ما لمسوش الحبل وقفزوا القفزة الصحيحة بياخذوا 20000 ريال. خلونا نشوف إيش بيسووا. واحدة ثنتين لمست شباب. إلى حد الآن محاولتكم الأولى انتهت. المحاولة الأولى كانت عبارة عن قفزة سليمة وقفزة خاطئة، انضاف لكم 20 وخصم 5000. باقي لكم محاولتين مع الصافرة. المحاولة الثانية كانت عبارة عن خصم مبلغ 5000 ريال. شباب ركزوا، اهدأوا، آخر محاولة، يمكن من خلالها 20 و20 و20 و20، ويمكن من خلالها 5000 تنزل. إذن آخر محاولة، تركيز، هدوء. علشان على فكرة هذه كانت عبارة عن خصم 5000، لكن علشان النزول والطلوع بالماء كان فيه جهد كبير وبذلتوا أنتوا المجهود، أنا بعطيكم فرصة أخيرة. خذوا راحتكم مع الصافرة، مع الصافرة نقفز على طول. 20. ليش وقفت؟ الحبل هذا يعني الصعوبات فيه انه كنا يعني عندما ننبع يعني يكون فرق في ما تقدر شيء طلع بين الحبل او يصل يلمسك الحبل فقط. بس ها كانت فقره ممتعه وتمام، ونشكر قناه السعيده على هذه البرامج الرائعه الناجحه، ولهم جزيل الشكر منا. الصعوبات الذي واجهني وقت نط الحبل انك ما تحكم شيء حين يرجع الحب ومن حين يطلعه. اذا اخذتوا كل الفرص. معاكم قفزتين سليمه وقفزتين خاطئه، انضاف لكم 40000، اخصم منها 10000، 45 بقيت لكم 30000. 30000 اذا انضافت في الجوله هذه. خلونا نشوف كل النتائج ونسلم لكم المبالغ الماليه. وصلنا للحظه المنتظره بالنسبه لكم، الذي ايش؟ الذي ظلت منتظرين لها من اول. يا سلام، لحظه تسليم المبالغ الماليه بعد الجهد هذا كامل. اذا نستلم المبالغ. شكرا. اذا المبالغ اللون الاخضر، كان مبلغك النهائي عباره عن 64500 ريال. مبروك، تستاهل. ربنا يسعدك ان شاء الله. اللون الاحمر ما شاء الله ما شاء الله، 92500 ريال، كنت بطل الحلقة اليوم. اللون الأصفر برضو ما كنتش بعيد عن اللون الأحمر، قربت شوية، كان 75500 ريال، برضو مبلغ حلو. اللون الأزرق خاطرك. 61500 ريال، 1000 مليون، مبروك، يستاهل. تستاهل، ربنا يسعدك ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، استمتعنا بوجود المتسابقين، يعطيكم العافيه. وكمان الشكر موصول لاسمنت الوحده الراعي الرسمي للبرنامج، ربنا يسعدكم شباب. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه وختام حلقه اليوم، بس مش نهايه البرنامج، باقي معنا تحديات، منافسات، ربح وخساره، ومتعه واثاره، في كاسب وفي خسران، بس مش خسران نهائيا، لان ما حد يخرج معنا خسران بالصفر. حلقات جايه ان شاء الله، في أمان الله. جينا لكم جينا بالحب، قد عدنا في كل مكان، احنا نتحدى في الميدان. جينا لكم جينا بالحب، قد عدنا.